أمام التهديدات الأمنية في فرنسا، حشدت الحكومة الفرنسية مجهوداتها لتأمين التراب الفرنسي تخوفا من أي هجمات جديدة. رغم هذا تبقى الشوارع الفرنسية تستعد لاحتفالات آخر السنة وسط تحسينات أمنية لتحسن الأوضاع. حواجز إسمنتية وأكثر من 260 كاميرا مراقبة ومئات من أفراد الشرطة بالزي المدني والرسمي أيضا، كلها تعزيزات أمنية مشددة أمرت بها الحكومة الفرنسية لتفادي أو التصدي لأي هجوم إرهابي جديد. ولكن رغم التهديدات الأمنية القائمة، لازالت الشوارع الفرنسية وأحياء عيد الميلاد تعج بالفرح والسرور في آخر هذه السنة. سنة 2016 تشارف على انقضائها بعد أن سجلت هي الأخرى عدة هجمات إرهابية على هذا البلد الذي ما زال الخوف يسكن زواياه، ولو أن التشديدات الأمنية استطاعت أن تزرع الشعور بالأمان في المجتمع الفرنسي. والله الحمد لله كي رانا هنا نتمشوا نحسوا بلا سيكوريتي، بعدا كنا هنا اون فامي نحسوا بلا سيكوريتي، نخرجوا في الليل يا ريان. C'est bien sécurisé, alhamdoulilah. Ça va, il y a beaucoup de sécurité. Nous sommes très entournés avec la police. Ça va très bien. نجحت ربما أمان السنة الجديدة في التغلب على الخوف والرعب، ورغم أن الحكومة الفرنسية أعلنت أن أكثر من 100,000 شرطي وعسكري موزعون على كل التراب الفرنسي لتأمين احتفالات استقبال سنة 2017، إلا أن المتابعين للشأن الفرنسي يرجحون أن احتمالية حدوث أي عمل إرهابي ليست منعدمة. لقناة النهار، هدى فتوان، باريس.